أخيرا عايز أسألك، لأن قالوا لي فاضل دقيقتين، الـ5% التعيينات إلى أي حد هي مطبقة؟ خصوصا أتحدث عن القطاع الخاص، لأي حد للأسف مطبقة بشغل حقيقي؟ طبعا لا، للأسف القطاع الخاص، يمكن الحكومة بتطبق، لأن أنا بنفسي شفت حالات يعني بتطبق مش بشكل متكامل يعني، حسب الاحتياج، بس بشكل أحسن حسب الاحتياج. يعني أنا عندي مثلا شكاوى من أشخاص ذوي إعاقة، البنوك قدموا في البنوك بقالهم مثلا سنتين والبنوك بترفض. يعني البنوك بترفض تعيين الأشخاص، الغالبية العظمى من بنوك، وبنوك قطاع عام أو حكومية، بنوك حكومية، بلاش ذكر أسماء، بالرغم من تفوقهم الشديد، برغم إن هو ده من مجالات اللي هم متفوقين فيه، عنده إمكانيات مؤهلة. وبعدين إنه يقدم، أنت عايز إيه من إعاقته الحركية طالما هو بيقدم لك شغلك المكتبي مثلا؟ تمام. كمان فإذا نيجي بقى للقطاع الخاص، ما زالوا برضو مؤمنين بإنه تعالى خد لك كل شهر مبلغ معين، وقعد في البيت وما تجنيش، ما تشتغلش، تمام، وهكذا. يعني نفس فكرة نفس فكرة مرزوق أفندي، ادي له حاجة بتاعت نجيب الرحال. أنا كنت بستخدمها كتير الحقيقة في قضية الإعاقة، إن إحنا بنشتغل مع الناس دي، مرزوق أفندي ادي له حاجة. لا، الأمور اتغيرت تماما، وأصبح المعاق لا يمثل عبء على الوظيفة، إنما المعاق ممكن تستفيد، ممكن تستفيد منه في أمور كتيرة جدا جدا جدا، في علاقات عامة، في كذا في كذا في كذا، كل الإمكانيات متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأنا بتمنى في نهاية اللقاء إنه نستطيع أن نستفيد من القوة الجبارة الكامنة داخل نفوس وشخصية الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن نهيئ نفسنا كمجتمع إنه نتوائم مع ما تقر التشريعات، الواقع يحققه، والإعلام يتبناه بعيدا عن المجاملات والتهويل أو الشكوى أو التهوين إلى آخره، وإننا نقدم رؤية حقيقية للي بيحصل. اللي بيقول لحضرتك الكلام دون شخص أنا اتمرست في مجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اللي هي غالبا بتتبنى رؤية نقدية طول الوقت، لكن لما لقي إن بعد ما لفيت الدنيا واطلعت على تشريعات وكده، بلاقي البنية التشريعية المصرية محترمة جدا 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 جدا، ويبقى آليات التنفيذ، يبقى آليات التنفيذ. أرجوكم لا تسكبوا التراب على اللبن. صحيح، شكرا.